بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قناة اكسسوارات مدام هويدا بحييكم. النهاردة هنعمل فيديو جديد، هنحاول ان احنا نستفيد من الكتب المدرسية القديمة، بدل ما نرميها نعمل منها اشكال فنية جميلة بالشكل ده كده. انا عملت الشكل ده، ده كان كتاب قديم اهو، طبقته بالشكل ده كده، ومن هنا من تحت ومن هنا، كان يديني شكل حلو قوي في الديكور بالشكل ده كده. هنعمل شكل جديد دلوقتي، جبت كتاب قديم اهو وهوريكو هنعمله ازاي. ورق قديم اهو، هبدأ اعمل بالشكل ده كده، اطبق ده كده. واطبق دي تطبيقة صغيرة كده. واجي للصفحة التانية، اطبق دي تطبيقة كبيرة من هنا كده، يعني اعمل العكس، ودي تطبيقة صغيرة بالشكل ده كده. يجي تاني هنا، طبق دي تطبيقة كبيرة كده، انا احسن حاجة اعمل من هنا. يجي كده، دي تطبيقة كبيرة اهي، ودي تطبيقة صغيرة كده. يجي التانية دي، اعمل تطبيقة كبيرة كده، تطبيقة صغيرة من هنا. ممكن تعملوا اي شكل يعجبكم. وهبدأ بالشكل ده كده، خلص بالشكل ده كده، مع تطبيقة كبيرة. وده تطبيقة صغيرة كده. هخلص الكتاب كله وارجع لكم تاني. بعمل كل ورقة عكس التانية، مرة الكبيرة من تحت ومرة من فوق والصغيرة من فوق بالشكل ده كده، يعني الكبيرة من اسفل اهو ودي من اعلى. تعالوا نعمل التانية بقى عكسها، الكبيرة من فوق كده والصغيرة من تحت بالشكل ده كده. وارجع لكم تاني. وبكده خلصته اهو بالشكل ده كده، وبقى اصبح ده شكله. ولو قلبته كده هنظره برضو بحلو قوي وجميل. ده منظره، شوف حلو قد ايه.
والكتاب الثاني اهو. فنحاول ان احنا ما نرميش الكتب المدرسية ونستفيد بيها في اعمال الديكور بالمنظر ده كده. كده الفيديو انتهى. بحبكم في الله، وبتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير وتشيروا لكل اصحابكم، واللي ما اشتركش يشترك سبسكرايب او اشتراك. ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله ومع الف سلامه.